مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. اخر الاخبار عندك والجديد قبل استئناف الاهلي للتدريبات استعدادا لمواجهه مودرن سبورت بعد نشوه الفوز على بيراميدز بالامس. بالتاكيد طبعا بنبارك للاعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني لاعبين على الاداء الكبير جدا لشخصيه النادي الاهلي المعتاد الاصرار يا محمد اللي احنا شفناه. مباراه صعبه ومباراه كان لابد ان انت تحصل فيها على الثلاث نقاط مهما كانت غياباتك ومهما كان الطقس والمناخ ودرجه الحراره، كل الظروف دي الحقيقه النادي الاهلي حضر بشكل كبير وبشكل مميز جدا لهذه المباراه. الشخصيه هي اللي حسمت هذه المباراه، ان انت يكون عندك الرغبه الكبيره جدا ان انت مهما كانت الظروف اللي قدامك ان انت تحقق هذه المباراه بنقاطها الثلاث بالاداء المميز جدا بالروح والشخصيه الكبيره المعروفه عن النادي الاهلي. عشان كده بنقول لعيبه النادي الاهلي تستحق التحيه والتقدير. ظرف صعب، ضغط كبير، تحدي كبير، زي ما قلنا محمد اكتر من مره ما بتلحقش تحضر من كل مباراه لمباراه، لابد ان انت يكون عندك دوافع متجدده. الراجل بيبذل كل المجهود مع كل لاعبي النادي الاهلي، بيقوم بروتيشن مميز جدا، متطلبات المباراه بيحاول ان هو يوصلها للاعبين بالشكل النظري وبعد كده بالشكل العملي في التدريبات. عشان كده النادي الاهلي ظهر بهذه الصوره المميزه جدا امس بالنسبه للمباراه. نتيجة كانت مهمة جدا، أداء كان مهم جدا، لكن النادي الأهلي عودنا محمد لحظات بسيطة بتفرح بتقفل الملف تماما بكل ما فيه بفرحته بنقاطه بكل ما المكاسب أيضا كمان اللي كانت في المباراة، بتبدأ تحضر للمرحلة القادمة اللي هتكون أصعب من المرحلة الماضية. عندك 10 مباريات مهمين جدا، مطالب إن أنت تفوز في العشر مباريات وهي مباراة كؤوس كالعادة للفريق النادي الأهلي. عشان كده النهاردة يمكن مستر كولر مع المجهود الكبير اللي بذل خلال مباراة الأمس، الراجل بيحاول في كل مرة يدي راحة مثلا اليوم التالي وبعد كده يستأنف التدريبات، لكن النهاردة الراجل قال النهاردة لابد يكون في ريكفري مهم جدا، ريكفري شامل لكل لاعبي النادي الاهلي، استشفاء، تدليك، كل الامور الخاصه بعوده اللاعبين للتدريبات تكون بكل قوه. بكره يكون اجازه الفريق للنادي الاهلي، ومن بعد طبعا بكره ان شاء الله باذن الله يستأنف النادي الاهلي تدريباته استعدادا لمباراه مودرن سبورت، المباراه ايضا كمان الغايه فيها الاهميه لفريق النادي الاهلي. الحمد لله محمد، يعني زي ما بقول لك لعيبه النادي الاهلي مش هقول فرحانه بشكل كبير، لكن لعيبه النادي الاهلي راضيه بشكل كبير جدا عن الاداء المميز اللي هي ادته امس، وايضا كمان عارفه اهميه المرحله القادمه. مستر كولر اتكلم على ان احنا ما حققناش حاجه، مباراه وانتهت بثلاث نقاط كونها كاي مباراه في بطوله الدوري العام، الاهم هو اللي جاي، الاصعب هو اللي جاي. عشان كده طالب كل لعيبه النادي الاهلي بالتركيز الكبير بان كل واحد يكون عنده التضحيه، كل واحد يكون عنده انكار ذات كبير جدا عشان يكون اسم النادي الاهلي هو النجم، اسم النادي الاهلي يكون على منصه التتويج، ويستطيع النادي الاهلي بمشيئه الله ان يعتلي قمه الدوري ومنها الحفاظ ان شاء الله على لقب بطوله الدوري العام، اللقب الغالي جدا عند كل جمهور النادي الاهلي. نقاط طبعا بنطمن فيها كالعاده كل جمهور النادي الاهلي على اللاعبين العائدين، التاهيل، الاصابات، كل الامور دي. كان النادي الاهلي فقد امس عمرو السوليه وعمر كمال بالنسبه للاصابه، لكن عمر كمال الحمد لله يعني اطمنا ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في التدريبات. عمرو السوليه ألم السمانه بس النهارده يكون في فحص طبي او اختبار طبي ليه، هل هيكون مشارك في التدريبات الجماعيه او يبقى الحال على ما هو عليه ان هو ايضا كمان يبدا ياهل خلال ال 48 ساعه القادمين. ايضا كمان بيرسي تاو بطمنكم ونطمن جماهيرنا ان شاء الله باذن الله بيرسي تاو جاهز بكل قوه بمشيئه الله للمباراه القادمه، مباراه مودرن سبورت اللي ان شاء الله باذن الله ستقام على استاد القاهره، مباراه مؤجله ايضا من الجوله ال 17. يمكن هم دول الثلاث اصابات محمد اللي عندنا، او يمكن الناس حابه ان هي تسمع عنها. معلول ايضا كمان ماشي بشكل طيب جدا بالنسبه للتاهيل، لكن باذن الله عمر كمال وتاو يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي للمباراه القادمه يا محمد باذن الله. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والايضاحات، وقال كلام مهم جدا بشان عمر كمال باذن الله يكون موجود في التدريبات. السوليه لسه هيطمنوا على موضوع اصابه السمانه، وبيرسي تاو ان شاء الله ممكن يكون جاهز على مواجهه مودرن سبورت. اتمنى يا رب تكون اصابه السوليه بسيطه، ما تبقاش زي ما قريت ان ممكن لا قدر الله يكون الاصابه حتى نهايه الموسم وبالتالي لا يستكمل مشوار الدوري مع الاهلي. محتاجين كل لعيبه او كل اللعيبه في المباريات اللي جايه، وان شاء الله نطمئن عليهم بعد تدريب النهارده وبكره راحه والاستعداد يوم الاثنين والدخول في معسكر لمواجهه مودرن يوم الثلاثاء. نخرج الى فاصل ثم نواصل.